برحب بحضراتكم في متابعة حية لانتخابات رئاسية جديدة في مرحلة مهمة من تاريخ البلاد، تجسد بداية لصفحة جديدة في حكاية وطن قوي صامد أبي وكفاح شعب بيقف خلف بلده في كل الاستحقاقات وفي كل المحن والأزمات. هدف واحد هو حماية مصر واستكمال نهضتها والحفاظ على مقدرات وطنه، بما لا شك فيه أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالإدلاء بصوتك واجب وطني وديني، ولكن ليس المهم لمن تعطي هذا الصوت. هناك 4 مرشحين، ولا نقول لك من تنتخب منهم، ولكن المهم إعطاء صوتك لمن تقتنع برؤيته وسياساته وأيضاً قدرته على تنفيذها. دعونا نتابع هذه الانتخابات الرئاسية بكل موضوعية، وأيضاً نتناولها بالتحليل في كل جوانبها.